نعم، في المركز الثاني بعد فوز الانتر في المباراة الثانية 2-1 الحين على اصبح لاتسيو. واضح، هو صباح بالامس المركز لما نهى الثاني. المباراه كان متصدر. نعم، نعم الميلان قدم مباراة كبيرة جدا، فاز بثلاثة أهداف، مباراة شهدت تألق كبير جدا للاعبين الميلان. نتكلم رغم انه غاب اسماعيل بن ناصر، نعم يغيب كيسي ايضا الموجود مع المنتخب العاجل، لكن المنتخب قدم اداء، الميلان قدم اداء كبير جدا، خاصة اللاعب الفرنسي تيو هرنانديز. نتكلم عن ابراهيموفيتش، ابراهيموفيتش سجل الهدف الاول ووصل في مسيرته انه يكون مسجل في 81 نادي، رقم كبير والله. رقم كبير جدا نعم مع العمر، مع التقدم في العمر لا زال يؤكد على قيمته الكبيره كمهاجم قاد الفريق، لانه يعود في الثلاثه نقاط، وتاثير ابراهيموفيتش كبير على الميلان. تحس انه الفريق في غياب ابراهيموفيتش الشكل وفي وجود الشكل يتحول الفريق لفريق منافس، لفريق شرس يرغب في تحقيق النتائج في وجود ابراهيموفيتش، ودج الكاريزما والجانب القيادي لابراهيموفيتش. الفريق فاز في مباراة وصل للمركز الثاني، يقدم في موسم معقول جدا رغم انه كان في ضرب في فترة من الفترات بعد تجديد عقد المدرب بولي، لكن الفريق يتحسن حاليا، رجع يستعيد النتائج الجيدة. في الجانب الآخر الانتر مختلف جدا، عنده عدد كبير وطبعا من الفرق الان اصبح نقطه وحيده مع وجود مباراه للانتر. نعم، الانتر الفوارق كبيرة جدا صراحة، كقيمة كنجوم كاستقرار مالي، فريق مستقر جدا في حال أفضل من الميلان، لكن الميلان يصارع بالإمكانات الموجودة باللعيبة الشباب ويقدم في أداء ممتاز جدا.